أجلوا موضوع كان في الشهر السادس في حزيران أجلوا إلى أيلول، قالوا أن ظروف المنطقة والحرب في غزة وغيرها يعني أجلت الإعلان. أنا أعتقد الآن أيضا السبب قائم، ممكن أن يقدموا سبب آخر، ممكن أن تكون الانتخابات الأمريكية سبب آخر للانسحاب، حتى طريقة الانسحاب خلوا سنة إضافية، خلوا بقاء قوات أمريكية سوف تبقى في أقليم كردستان بعد 2005 تنسحب من العراق وتبقى هناك. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تبقي قواتها بكل الوسائل، ولكن من الناحية الواقعية أنا أثق بأن العراق مقتدر، ومن الناحية السياسية يفاوض بشكل جيد، ومن الناحية الجهادية يضغط بشكل جيد، والظروف المنطقة الآن يعني فيه توتر، في انعطافة عراقية كبيرة باتجاه إخراج القوات بالقوة وبالقوة القاسمة ربما إذا استلزم الأمر. بالتأكيد هذا سيلقي بظلاله على موضوع يعني أمن الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني أصلا أمنه مستورد، أمنه من الخارج، طائرته من الخارج، أمواله من الخارج، دعم السياسي من الخارج. فانكسار هذا الجناح في العراق وخروج القوات الأمريكية يسبب خسارة كبيرة للكيان الصهيوني.